عايز يبقى خلفيه سوداء يبقى اقولها ازاي دي بقى؟ اقوم قايل له الباك جراوند كلر تبقى مالها؟ بلاك. تبقى ايه؟ بلاك. يبقى انا عندي اللينك بقى ليها حاله اسمها لينك، وعندي اللينك بقى ليها حاله اسمها ايه؟ هوفر. احنا كده خلاص قلنا في الهوفر ما بقاش تحتها خط، ويبقى الكلام بالابيض والخلفيه تبقى ايه؟ تبقى سودا. يبقى ادي اللينك عملت ريفريش خلاص جهزت. ابص كده على اللينك، اول ما اروح على اللينك من فوقيها ابص ايه اللي حصل؟ بقى اللي وراها اسود وهي الكلام بقى بالايه؟ بقى بالابيض. خلاص ده اللينك. طيب في حاله ثالثه كمان، حاله اسمها فيزيتد. لما تدوس على اللينك حاله اسمها ايه؟ فيزيتد. يعني كده دوست انا فيزيت دلوقتي بقت اللينكه دي فيزيتد. فالمفروض اللينكه الفيزيتد زي ما انتم شايفين تاخد اللون ده. لو لينك عمرك ما دخلت عليه، يعني ايه فيزيتد؟ يعني دوست عليها قبل كده. اما لو لينك عمرك ما دخلت عليها زي كده مثلا لينك على ملف اسمه اكس دوت اتش تي ام ال، حد دخل على اللينكه دي قبل كده؟ انا ما دخلتش عليها. المفروض لما اعمل ريفريش خد بالك بقى ده شكل اللينكه، شايفينها مزرقه قوي كده ازاي؟ فاتحه. لما تكون ما زرتهاش وده شكل اللينكه مالها؟ لما تكون زرتها يعني دخلت عليها قبل كده بتاخد لون اغمق سنه، اللي ما دخلتش عليها بتاخد لون ايه؟ فاتح سنه. فانا ممكن برضه اتحكم في اللينك زي ما اتحكمت في الايه في الحاله لينك العاديه، واتحكمت في الايه في الحاله هوفر لما اكون واقف بالماوس فوقيها. ممكن برضه اتحكم في الايه بس في الحاله فيزيتد، في الحاله ايه؟ وفي الحاله فيزيتد دي معناها ان هي اتزارت، معناها ان هي ايه؟ فممكن اخلي الكالر بتاعها مثلا ريد، وما اتكلمتش على التكس ديكوريشن. يعني التكس ديكوريشن يبقى ايه؟ تحتيه خط، ما ده الطبيعي. يبقى هيبقى خط تحتيها خط وباللون ايه؟ وباللون الاحمر. ده حاله الايه؟ حاله اللينك الفيزيتد، حاله اللينك الايه؟ الفيزيتد. لو عملت ريفريش بقت باللون الاحمر، لكن ما بقاش تحتيها ايه؟ خط. لكن لو انا عايز احط تحتيها خط هقول له التكست تكست ديكوريشن ايه؟ اندر لاين، يعني تحتيها ايه؟ تحتيها خط. دي اللينك اللي اتظهرت بس. لو جيت عملت ريفريش كده ما عبرنيش. شفتوا بقى؟ ممكن اندرلاين كده. هي بتاع على بعضها ما اشتريتش. يمكن يكون الاسم الخاصيه مش مظبوط معايا، اشوف لكم في ثواني. ماشي، هي مكتوبه كده صح بس ما اشتغلتش لان احنا حددنا الايه في الحاله لينك العاديه لازم يكون تحتيها خط. لكن لو انا مثلا شلت الحاله دي طبعا هتشتغل لان دي الحاله الطبيعيه، وخليتها مثلا اوفر لاين، يعني الحاله الطبيعيه يبقى تحتها خط عادي، بس اللي دخلنا عليه يبقى فوقيها ايه؟ فيها خط. انا غيرت بس اشوف كده هتبقى شغال معايا ولا لا. عملت ريفريش برضو ما عبرناش. يبقى هو عايز الخط دي، حكايه الخط دي مش بيقدر يغيرها، حكايه الخط دي عايز يخليها كلها زي ايه؟ زي بعض. يعني لو عملتها اوفر لاين تبقى اوفر لاين، عملتها اندر لاين يبقى اندر لاين، عملتها من غير يبقى كله من ايه؟ من غير. لكن تكست ديكوريشن لو حطها فوق وخليتها اندر لاين طبيعي الحاله بتاعتها اندر لاين. لو خليت اوفر لاين اللي احنا جربناه من شويه دي، ده في الحاله ايه؟ في الحاله لينك الطبيعيه اوفر لاين. ارجع كده اعمل ريفريش اتعملت. يبقى هو ايه؟ مش عايز يشغلها غير مع الحاله لينك. مع الحاله لينك بتمشي على الكل. الحاله لينك بتمشي على مين؟ على الكل. حاجه كمان عايز اقولها، طب لو انا عملت اوفر لاين مسافه اندر لاين، يعني كتبت كام قيمه؟ قيمتين اوفر لاين واندر لاين. عملت الفيش كده هلاقي ان هو قدر يقبل اكتر من قيمه، بس افصل ما بينهم بمسافه. افصل ما بينهم بايه؟ يبقى ممكن الخاصيه الواحد تاخد اكتر من قيمه بس افصل ما بينهم بايه؟ مسافه. وكده بقت اللينك فيها خط من فوق وخط من ايه؟ وخط من تحت، مفيش فيها اي مشكله. واللي اتظهرت باللون الاحمر واللي ما اتظهرتش باللون الازرق، ولما بقف عليهم بيبقى خلفيه سوداء والكلام بالايه؟ بالابيض. ما كانش يقصد يعني الخواص دي، لكن انا اقصد ان في تاجات ليها حالات، في تاجات ليها ايه؟ زي اللينك كده، زي الايه؟ زي اللينك. اخر حاجه عايز اقولها في السي اس اس، بعد ما قلت كده قلنا السيلكتورز او اعيدهم بسرعه. السيلكتورز اللي عندنا قلنا فيه سيلكتور اللي هو النورمال سيلكتور، السيلكتور العادي. اقول التاج دوت طبق عليه الخاصيه دي، يعني مثلا ما اجي اعمل كده اهو، ده كده بقى اسمه ايه؟
سيلكتور عادي، ده اسمه سيلكتور عادي، يعني الخواصص دي تطبق على اي لينك، تطبق على اي ايه، لو عملت كوما وبي كده اه بقى كده الخصائص تطبق على اي لينكه اللي هي اي ايه وعلى اي تاج بي، خلاص كده. وقلنا برضو لو عملنا كده معناها ايه بقى؟ اي باراجراف جوه اللينكه، اي باراجراف جوه الايه، جوه اللينكه. طب لو عملنا كده كده معناها كلاس سيلكتور، كلاس معناها ان اي تاج مدينه خاصيه اسمها كلاس كي 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 5 كي هينفذ ده، اي كلاس واخد 5 كي هينفذ ايه؟ هينفذ ده. دي معنى كلمه كلاس سيلكتور، وما تسرحش خليك معايا، دي كلاس سيلكتور. خلاص كده اخر حاجه خدناها كمان، لا مش اخر حاجه، قبل الاخيره قلنا كده كده بقى معناها ايه؟ اي تاج الاي دي بتاعته يو او يطبق الخصائص دي، اي تاج الاي دي بتاعته يو او يطبق، اسمها اي دي سيلكتور، اسمها اي دي ايه. واخر حاجه خدناها ان ممكن يكون عندي ايه، ممكن يكون عندي التاج ليه حاله، التاج يكون ليه حاله بنعملها بايه، بنقطتين دول، لما يكون التاج ليه ايه، ليه حاله، التاج يكون ليه حاله. خلاص كده. طيب اخر حاجه عايز اتكلم عليها ان في حاجه تاني في الستايل شيت، احنا خدنا الانلاين ستايل اللي هو على نفس التاج، وخدنا البيج ستايل اللي هنرغي فيه ده، في كمان حاجه اسمها اكسترنال، اكسترنال ستايل، حاجه كمان اسمها اكسترنال ايه، اكسترنال ستايل. اكسترنال ستايل يعني ستايل مرمي في ملف خارجي، مرمي في ملف ايه، في ملف خارجي. خلاص كده، ده اللي هو الاكسترنال ستايل. قال لك احنا لما كنا بنشتغل انلاين ستايل كان اي خواص نكتبها، كانت اي خواص نكتبها كانت بتطبق على التاج اللي انت كتبت فيه الستايل. باجي على التاج معين واقوم كاتب شويه خصائص، معنى كده ان الخصائص دي هتطبق على مين؟ على التاج ده وبس. خلاص كده، دي اول واحده الانلاين ستايل. قلنا هنستفاد في البيج ستايل بالسيلكتورز اللي احنا اتعاملنا معاها دي، وكان المين او يعني المهمه الرئيسيه، المهمه الرئيسيه بتاعتنا ان انا ممكن في البيج اكتب خاصيه تطبق على كل اللي في الايه، على كل النوعيه دي في الصفحه، على كل النوعيه دي في الايه، بدل ما كنت بكتب الستايل واخده كوبي بيست في كل مكان، بدل ما كنت بكتب الستايل واخده في كوبي بيست في كل ايه، حدش بيرد عليا. كل الناس دي، الناس اللي بصف، انا ما بحبش على فكره طريقه الشرح دي ابدا، انا بحب اشتغل على بروجيكتور يا اما على السبورت، ما بحبش اشغل الشاشات. ليه؟ تبقى سيادتك الاكسترنال زي ما قلنا البيج ستايل هيقدر يفيدنا في ان هو يطبق كل الخصائص على الصفحه بالكامل، لا انا عندي كمان حاجه اسمها اكسترنال ستايل. ايه بقى الاكسترنال ستايل؟ قال لك المهمه الرئيسيه ان انا ممكن بقى اطبق الخصائص دي على الموقع بالكامل بقى، على جميع صفحاته، يعني اكتب الخصائص في حته واحده واقول له انت طبقي، وانت طبقي، الصفحه دي كمان تطبق، والصفحه دي كمان تطبق، يبقى قدرت الخصائص اظبطها في ملف وتطبق على كل الايه؟ على كل الصفحات، على كل الايه؟ على كل الصفحات. اما في الحاله بتاعت بيج ستايل ما بتطبقش غير على الصفحه دي بس، اما في حاله اللاين ستايل ما بتطبقش غير على التاج ده بس، غير على التاج ده ايه، على التاج ده بس. طيب نعمل ايه بقى عشان نقدر نعمل اكسترنال ستايل؟ قال لك الاكسترنال ستايل مثلا الكود ده هاخده اهو كات خالص، وارمي الستايل في الهيد ده خالص، خلاص كده، كده ما بقاش في اي ستايلات، كده ما بقاش في اي ايه، عملت الفريش هنا اهو، ما بقاش في اي حاجه ولا كلام عادي، كلام ايه؟ عادي، واللينكات عادية وكل حاجة طبيعية، عرض اتش تي ام ال عادي، عرض اتش تي ام ال ايه؟ عادي. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، امال ده ايه ده؟ ده كان انلاين ستايل ده. ده كان انلاين ايه؟ كان انلاين ستايل. المهم نعمل ايه بقى؟ نيجي كده في ملف جديد. نقوم كاتبين الكود بتاعنا. هو 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 هو. نفس الطريقه، بنفس الطريقه اللي احنا اتعلمناها، كل الطرق اللي احنا اتعلمناها نقدر نحطها هنا، اي كود، اي ايه، اي كود عادي جدا زي اللي احنا اتعلمناه. يعني ممكن اجي هنا مثلا اعمل بادي، بادي ده السيلكتور بتاعي، صح صح ولا ايه، واقول له في البادي انا عايز والله ان الباك جراوند كلر يعني لون خلفيه الصفحه دايما يبقى مثلا يلو، الصفحه تبقى مصفره خالص، خلاص ده لون الخلفيه بتاعت الصفحه كلها، وعايز الكالر يعني لون الكتابه بتاعت الصفحه كلها
تبقى مثلا ما هو بلاك ده الطبيعي يعني مثلا نيفي مثلا كحلي غير